انا ما قلتش حاجه خالص، انا كنت بتكلم عن غزه وواجب المسلمين في نصره غزه، وليه ما يتحولش الحج الى مؤتمر اسلامي لنصره غزه والسودان وقضايا الامه كلها؟ ما قلتش حاجه اكتر من كده. واذا بالرجل يكلف نفسه مكالمه وانتظار، وطبعا عشان كتر المكالمات عندي في البرنامج احيانا بيجي اكتر من 3000 اتصال. ان المجتمع السعودي مجتمع فاضل جدا، مجتمع محترم جدا، مجتمع محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مجتمع يعيش قضايا الامه، مجتمع ما عندوش مانع يضحي بنفسه وبماله في سبيل نصره القدس وفلسطين وغزه. لكن في تنسيق، طبعا في تنسيق، ما يعني مين اللي بيصرف، مين اللي بيدفع مرتبات، مين اللي بيحط السيستم، مين اللي بيشرف على السيستم ده في الوطن العربي؟ طبعا انتوا عارفين مين، الامارات اكيد يعني، ودول اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي برنامج يومي، أو تحديدا يعني 5 أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء. في حلقة من الحلقات كنت يوم عرفة وعاملين تغطية لمدة ساعتين على الهواء، وبنتكلم عن يوم عرفة وفضل يوم عرفة، وطبعا بالتأكيد تعرضت بالحديث لشيء من التحليل لخطبة عرفة، خطبة الشيخ ماهر المعقلي. وبينت فيها انه كان المفترض يوم عرفة يبقى يوم يعني مشهود، وفي خطبة عرفة يناقش خطيب عرفة قضايا الأمة. واعتقد ان مفيش قضية على مستوى العالم كله الآن اهم من قضية غزة. فوجهت كلاما وموثقا بالأدلة عن فضل يوم عرفة، وإن إحنا إزاي يتحول هذا اليوم إلى مؤتمر إسلامي جامع لتناول قضايا الأمة الإسلامية وفي القلب منها قضية غزة. وقلت ليه خطيب عرفة ما تكلمش عن الموضوع ده؟ وفجأة لقيت المخرج بيقول لي معانا مداخلة. أنا طبعا بتلقى اتصالات بطبيعة الحال، يعني ببقى قاعد بستقبل مكالمات. فمعانا أبو أراكان، هكذا عرف نفسه يعني، من السعودية. فقلت أهلا أبو أراكان. تفضل ابو اركان، خير؟ فكان الحوار بقى ده، نسمع الحوار وبعدين نرجع نتكلم مع حضرتكم. معنا مداخله ابو ركان، ابو ركان من السعوديه. اهلا وسهلا بك ابو ركان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كيفك يا شيخ؟ كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، اهلا وسهلا. اللهم امين، تقبل منا ومنكم ان شاء الله. امين. تفضل يا اخي. متى بترجعوا على مصر ان شاء الله؟ متى نرجع لمصر؟ ايوه، لكم 10 سنين الان تبغوا. وتقولوا بترجعوا بتسووا بتعملوا بتحكموا. طب وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ رايي ايه رايك انت في الموضوع ده؟ الله ياخذكم ويريحنا منكم، قول امين يا كبار. امين يا رب، انا بقول امين اهو، قول كمان وانا معاك، طالما ان انت هترتاح مننا. طب ما انت عايز ترتاح مننا، بتتفرج عليا ليه؟ تعال بس ما تقفلش، انا عايز اكمل معاك. اوعى تمشي، عايز اكمل الحوار معاك. رحت فين؟ انت خايف تكمل الحوار؟ الخط مفتوح وانت سامعني، لكن انت ما عندكش رد ترد عليا بيه. يلا اعمل معايا حوار. انت بتسألني ترجع مصر امتى؟ اجاوبك عندما يأذن الله عز وجل، فللكون إله. للكون إله، نحن نعبد الله رب الكون الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لا نعبد حاكما ولا ولي أمر، نحن نعبد الله وحده لا شريك له.
فولاؤنا لله وطاعتنا لله وخوفنا من الله ورجاؤنا في الله. فإن شاء الله ربك قادر على كل شيء، ما تستعجلش، إنما نعد لهم عدا. يلا قول لي بقى عايز إيه تاني؟ ها؟ رحت فين يا أبو أركان؟ ثم دعوت ربنا ياخدنا. يا سيدي ربك سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحدكم، ما تشغلش بالك ياخدنا ولا يبقينا، ما تشغلش بالك بالحكاية دي، اشغل بالك انت مع الحق ولا مع الباطل. انت مع الله وأوليائه وأحبابه، أم أنت مع الشيطان وأوليائه وأحبابه؟ أنت مع الله وأوليائه أم أنت مع أعداء الله عز وجل؟ مسألة بسيطة خالص اهي. فإذا كانوا الكلمتين اللي أنا قلتهم في مقدمة الحلقة عن غزة مصدر الشرف والعزة في الأمة، إذا كانوا الكلمتين اللي أنا قلتهم ضايقوا حضرتك وزعلوك، يبقى أنت عندك مشكلة، مشكلة مزدوجة، جزء منها في تفكيرك وعقلك، لأن أنت فاهم اللي بيتكلم عن غزة واللي بيتكلم عن أهل الشرف والمروءة والفخر في غزة، اللي بيتكلم عن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، انت فاهم ان اللي بيتكلم عن دول يبقى من اعداء الله، يبقى انت عندك خلل في تفكيرك. والجزء الاخر من المشكلة خلل في دينك واعتقادك، لان الاصل ديانة، نحن ندين لله عز وجل بايه؟ بحاجة اسمها عقيدة الولاء والبراء، يعني نوالي المؤمنين ونعادي أعداء الله عز وجل. ده ربك اللي علمنا كده. فلو أنت بتقرأ القرآن بتاعنا وتعرف القرآن بتاعنا اللي هو القرآن بتاع المسلمين، يعني لو أنت منا ما تكونش طالع كده بشخصية يعني منتحل شخصية سعودي، لكن لأني أوقن إن الشعب السعودي شعب حر، شعب أبي، زي الشعب المصري والشعب الإماراتي، شعوب العربية كلها شعوب حرة أبية تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم النفس والمال والغالي والرخيص في سبيل تحرير المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى الشريف. ده الشعب السعودي الذي نعرفه والذي لم يتغير ولن يتغير. فإذا كنت تظن أن احنا دفاعنا عن مقدساتنا والتزامنا بكلام ربنا انت شايفنا كده احنا من اعداء الله، يبقى ده خلل في اعتقادك بجانب الخلل في عقلك، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي امرنا بذلك حينما قال: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. الآيات واضحة، دي آيات عقيدة. نحن نعادي أعداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أقول لك إيه تاني؟ فإذا كنت شايف كده أن ربنا لا يحكم مننا عشان احنا واقفين في وجه اعداء الله، فما تشغلش بالك، لكل اجل كتاب، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. احنا هنموت وانت هتموت والحاكم هيموت،
المظلوم بيموت والظالم بيموت. المظلوم هيموت في زنزانته قهرا وظلما، والظالم هيموت في قصره. لكن في النهاية كله هيقف قدام ربك سبحانه وتعالى، وساعتها بقى الحساب، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وتعالى بقى أنت بشحمك ولحمك أنا خصمك بين يدي الله عز وجل، ومش مسامحك إلا لو طلعت دلوقتي واتصلت تاني وقلت سامحني يا شيخ. لو قلت يا شيخ سامحني هسامحك، وأنا أقمت عليك الحجة أمام الله وأمام عباده في يوم عرفة. شوف بقى تروح مني فين يوم القيامة، وأنا وأنت قدام ربك سبحانه وتعالى. يلا يا أبو أركان، في انتظار اتصالك تاني. والله شر البلية ما يضحك. أنا ما قلتش حاجة خالص، أنا كنت بتكلم عن غزة وواجب المسلمين في نصرة غزة، وليه ما يتحولش الحج إلى مؤتمر إسلامي لنصرة غزة والسودان وقضايا الأمة كلها؟ ما قلتش حاجة أكتر من كده. وإذا بالرجل يكلف نفسه مكالمة وانتظار، وطبعا عشان كتر المكالمات عندي في البرنامج أحيانا بيجي أكتر من 3000 اتصال. أنا عشان الوقت بستقبل مثلا 10 مكالمات بحد أقصى يعني. فالراجل كلف نفسه اتصال دولي وانتظر، وربما فشلت محاولات كثيرة وكرر المحاولات عشان يوصل لي. وأنا الحمد لله رب العالمين بطبيعة الحال لا أنتقي المكالمات، يعني أنا بسمع المكالمة زي حضراتكم كده بالظبط. فالراجل كلف نفسه محاولات ومحاولات ومحاولات، وكل دي مكالمات دولية، عشان يطلع يقول لي عشان يقول لي ربنا ياخدك. يعني مش فاهم أنا، يعني يا سيدي إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، أنا مضايقك في إيه؟ أنا مزعلك في إيه؟ طب إذا كنت أنت شايف نفسك يعني مستجاب الدعاء، طب ما تدعي يا عم على الناس الظالمين اللي بجد ربنا ياخدهم وريحنا منهم، ما تدعي على النتن والأنتان في بلادنا اللي بيساعدوه وبيعملوا معاه تطبيع وبيسندوه بالمال والسلاح والبترول، ما دول يا سيدي ربنا ياخدهم وريحنا منهم، أنا تعبك في إيه؟ طب إذا كنت شايف نفسك يعني زعلان مني ما بتحبنيش، يا سيدي ما تشوفنيش، فالموضوع بسيط يعني. لكن يا إخوانا المسألة مش كده خالص، المسألة إن فيه مجموعة، وده أمر أصبح يعني من المعلوم من التكنولوجيا بالضرورة، إنه أصبح فيه قطاع كبير جدا من المكلفين الموظفين اللي بيقوموا بدور في إحداث شوشرة بس ليس إلا يعني. ومنهم هذا الكائن اللي هو أنا معرفش أصلا إذا كان سعودي ولا لأ، وأنا طبعا برضو بسجل الفيديو ده عشان أأكد اللي أنا قلته في الحلقة، إن المجتمع السعودي مجتمع فاضل جدا، مجتمع محترم جدا، مجتمع محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مجتمع يعيش قضايا الأمة، مجتمع ما عندوش مانع يضحي بنفسه وبماله في سبيل نصرة القدس وفلسطين وغزة. فما فيش حد يزيد أبدا على المجتمع السعودي أبدا، لا أنا ولا غيري. فبالتأكيد الشخصية دي مش سعودية يقينا. وما أصبح من المؤكد كمان أن أصبحت هناك هذه المكاتب التي تدار من خلال التكنولوجيا، وكثير منهم بيتابعني هنا وبيخش يكتب رسائل سيئة، دي أصلا بتدار من داخل تل أبيب مش من داخل الدول العربية. لكن في تنسيق طبعا، في تنسيق ما يعني، مين اللي بيصرف، مين اللي بيدفع مرتبات، مين اللي بيحط السيستم، مين اللي بيشرف على السيستم ده في الوطن العربي، طبعا انتوا عارفين مين، الامارات اكيد يعني ودول اخرى. الشيء العجيب ان الناس دي عندها استماتة اللي هي المنظومة دي كلها، ان هي تسكت اي صوت بيعمل لهم ازعاج. ويبقى السؤال بقى، بالله عليكم لو كانوا هم على حق كما يدعون في وسائل اعلامهم وكما يدعي الشيوخ المطبلين لهم، هيزعجهم ايه صوت ضعيف زي صوتي اذا كانوا على حق؟ شفتوا بقى، فدائما الانسان اللي فيه منقصة ومعيبة وعنده ازمة بيبقى عايز يسكت كل الاصوات التي تكشفه وتفضحه. حاجة كده بالظبط زي ايه؟
أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طب هم بيتطهروا؟ يعني حاجة حلوة الطهارة دي، لكن لا، إحنا مجتمع نجس، هكذا هم يقولون. هم يقولون نحن مجتمع نجس ولا نقبل بأي طهارة أبدا بيننا. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.